كم التجويد من غير كتب تجويد؟ عارفة كم عدد المدود اللي هتلاقيها في القرآن؟ عدد المدود اللي هتلاقيها في القرآن 9 مدود. تعالي هقولك على أنواعها دلوقتي التسعة. أول مد المد الطبيعي، وده اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات، ارجعي له. المد التاني مد البدل، وهو إن الهمزة تيجي قبل حرف المد. افتكري تاني، مد البدل. المد التاني مد العوض، وهو إن انت هتقفي على الهمزة بالألف، تعوضي عن التنوين المفتوح بالألف. وبعد كده برضو هشرح لك مد لوحده. رقم 4 مد الصلة. مد الصلة خلي بالك، عشان برضو شرحها قبل كده وهشرحه تاني. مد ايه؟ مد الصلة. رقم 5 في أنواع المدود، المد المتصل. المد الايه؟ المد المتصل. 6 أنواع المدود، هو المد المنفصل. خليكي فاكرة المد المنفصل. 7 أنواع المدود، هو المد اللازم. المد الايه؟ المد اللازم. يبقى رقم 7 في المدود المد اللازم، افتكري كويس. رقم 8 في أنواع المدود، المد العارض للسكون. المد الايه؟ العارض للسكون. آخر مد والمد رقم 9، هو المد اللين. مد ايه؟ مد اللين. خليكي فاكرة مد ايه؟ مد اللين، ده رقم 9. يبقى أنواع المدود كام؟ 9 أنواع. المرة الجاية هقولك مد لوحده.